حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد تحديد موعد لقاءات المنتخبات المغربية القادمة. وقبل ما نتعرف على التفاصيل في البداية، دعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الإشعارات علشان يوصلك الأخبار الرياضية المغربية العالمية الجديدة والحصرية أول بأول. المنتخب المغربي الأول بقيادة هشام الدكيكة يخوض مباراتين أمام المنتخب الأوزبكستاني المصنف 25 عالميا، وخلاص تم الاتفاق وتم برمجة اللقاءين القادمين على أن يقام اللقاء الأول بين المنتخبي المغربي ومنتخب أوزبكستان يوم 18/12 بمشيئة الله تعالى على قاعة تاشقند بالعاصمة الأوزبكستانية في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت المغرب، 6 عصرا بتوقيت مصر، 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. وأيضا يقام اللقاء الثاني أمام منتخب أوزبكستان على نفس القاعة اليوم الموافق 20/12 لعام 2023 في تمام أيضا 2 ظهرا بتوقيت المغرب. ويبقى كده عندنا اللقاءين بتوع المنتخب المغربي الأول بقيادة هشام الدكي، مع العلم المنتخب خاض مباراتين مواجهتين أمام المنتخب الليبي في الشهر الماضي، وفاز على منتخب ليبيا في الجولة الأولى بنتيجة 6-2، والجولة الثانية انتهت بالتعادل بمثابة الفوز بنتيجة 2-2. وفي نفس الوقت المنتخب الأوزبكستاني خاض جولتين أمام المنتخب الياباني المصنف الثاني عشر عالميا، وخسر في الجولتين الجولة الأولى بنتيجة 2-0 والجولة الثانية بنتيجة 4-3 لصالح المنتخب الياباني. أطيب التمنيات للمنتخب المغربي الأول بالتوفيق. وعلى الجانب الآخر، يلتقي المنتخب تحت 23 سنة بقيادة المدرب الرائع جدا عادل السايح مع المنتخب السويدي في لقاءين مهمين جدا منتصف الشهر. اللقاء الأول يوم 15/12 بمشيئة الله تعالى في تمام 7 مساء بتوقيت المغرب، 8 مساء بتوقيت مصر. واللقاء الثاني بعدها مباشرة يوم 16/12 لعام 2023 في تمام 2 ظهرا بتوقيت المغرب، 6 عصرا بتوقيت مصر. طبعا يعتبر مواجهة حاسمة، مواجهة قوية جدا واختبار قوي للمنتخب المغربي تحت 23 عام لما يلتقي مع المنتخب السويدي الأول لكرة القدم والمصنف 66 عالميا في التصنيف العالمي من رياضة الفوتسال. مع العلم سيغادر ايضا المنتخب بتاع 23 عام بقياده عادل السايح الى السويد لخوض المباراتين امام المنتخب السويدي الجولتين القادمتين. واحنا عارفين ان المنتخب بتاع 23 سنه المنتخب الاولمبي خاض مباراتين امام منتخب بلجيكا الشهر الماضي، وفاز على منتخب بلجيكا في الجوله الاولى بنتيجه 3-1، واستطاع من الفوز على المنتخب البلجيكي في الجوله الثانيه بنتيجه 3-2. أطيب التمنيات للمنتخب المغربي بتاع 23 عام أيضا بالتوفيق بوجود كل العناصر الواعدة الصاعدة المحترفة العالمية، بوجود النجم عبد اللطيف الأحراش، بالإضافة إلى كل من رائد الكجوي وإيهاب الشرادي وعبد الكبير بقدير، بالإضافة أيضا لمصطفى رابو واللاعب المتألق الرائع جدا عبد الله المتقي. أطيب التمنيات للمنتخب المغربي تحت 23 عام بالتوفيق. أطيب تمنياتي للمنتخب المغربي الأول بقيادة الرائع جدا هشام الدكيك بالتوفيق في مسيرته الكروية القادمة في ظل استعدادات المنتخب المغربي لتصفية كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها إبريل مطلع العام القادم، المؤهلة لكأس العالم 2024 أوزبكستان بمشيئة الله تعالى. وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.